طارق بن زياد نبش في لغز المصير المجهول لفاتح الأندلس. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. مات طارق بن زياد معدما لا يملك من حطام الدنيا شيئا، وقيل إنه شوهد في آخر أيامه يتسول أمام المسجد. نعم، مات القائد العظيم معدما، وكان يستحق أن يكون واليا على البلاد التي فتحها، مثله مثل عمرو بن العاص الذي فتح مصر وتولى ولايتها. يقصد هذا الحديث الذي تردده الكتب والبحوث التاريخية شخصية يفترض أنها تضاهي أكبر الفاتحين في التاريخ الإسلامي من حيث الفضل والشهرة والأهمية. إنه الرجل المسلم الذي قاد 4000 من المجاهدين وعبر بهم البحر الأبيض المتوسط من أقصى نقطة وصلتها الفتوحات الإسلامية في القرن الأول للهجرة، أي ساحل المغرب الأقصى، واقتحم بهم أوروبا من مدخلها الأندلسي، وثبت أقدام الدولة الإسلامية في قلب العالم الغربي خلال شهور قليلة. في الوقت الذي تطلب فيه فتح بقعة تضاهي الأندلس من حيث الأهمية الرمزية والاستراتيجية مثل القسطنطينية عدة قرون، طارق بن زياد القائد الذي ترجح البحوث أنه أمازيغي الأصل قاد الدولة الأموية إلى بسط سيطرتها على شبه الجزيرة الإيبيرية، إسبانيا والبرتغال حاليا، لكنه انتهى جنديا مجهولا لا قبر ولا ذكرى له، وآخر عهد لسجلات التاريخ به هو حين وصل إلى دمشق عاصمة الخلافة وقتها لتسليم مغانم الفتح الكبير، ثم ليختفي من شاشات التاريخ. ترجح المعطيات المتوفرة أن يكون طارق بن زياد قد ولد عام 50 للهجرة الموافق ل670 للميلاد. ويفيد كتاب طارق بن زياد فاتح الأندلس شخصيات من التاريخ الذي أصدره حسين شعيب بأن هذا القائد العسكري الإسلامي ينتمي إلى قبيلة أمازيغية مستقرة في جبال المغرب، وكانت قبيلة معروفة بشدة بطشها واحترافها الغزو وميلها الفطري إلى التمرد وعدم الخضوع، وكانت قبل الفتح الإسلامي تعتنق الوثنية. اختلف المؤرخون حول أصل طارق بن زياد بين القول إنه بربري وبين نسبته إلى فارس، لكن المتفق عليه هو أنه كان مولى لموسى بن نصير، وأن موسى كان يثق به ثقة كبيرة حيث ظل يحمله المسؤوليات إلى أن ولاه أمر جيشه حين أراد عبور البحر المتوسط نحو الأندلس. التحاق طارق بن زياد بدائرة رجال ثقة موسى بن نصير يكتنفه بعض الغموض، حيث تتضارب الروايات بين القول إن القائد الأمازيغي أسلم برفقة باقي أفراد قبيلته، بينما تقول رواية أخرى إنه ولد بعد الفتح الإسلامي الذي قاده عقبة بن نافع، ونشأ بالتالي في ظل تربية إسلامية تقوم على حفظ القرآن والحديث. إلى جانب الحنكة والشجاعة اللتين أبانت عنهما شخصية طارق بن زياد في معاركه ضد القبائل الوثنية في بدايات ظهوره، تقول المصادر إنه كان يحمل حلما دفينا بالعبور نحو الضفة الشمالية للبحر المتوسط. وقبل تكليفه بالمهمة التي ستدخل كتب التاريخ أي فتح الأندلس، ولا موسى بن نصير طارق بن زياد مهمة وال على مدينة طنجة المغربية كخطوة أخيرة قبل عبور البحر المتوسط. وتفسر بعض المصادر اختياره لقيادة الجيش الإسلامي المتوجه نحو الأندلس بكون غالبية أفراد هذا الجيش كانوا من الأمازيغ، وبالتالي كان طارق بن زياد أقدر على قيادتهم والتأثير عليهم.
ومن الآثار القليلة التي احتفظت بها سجلات التاريخ عن مرحلة إقامة طارق بن زياد في مدينة طنجة وحكمه لها، ما يشير إلى مسجد بناه هذا القائد الإسلامي في منطقة الشرافات غير البعيدة عن مدينة شفشاون الجبلية المغربية، وهو المسجد الذي يرجح أن يكون أول مسجد بني في بلاد المغرب الأقصى. بدأ الحلم الأندلسي يراود المسلمين منذ تمكن عقبة بن نافع من فتح الشمال الإفريقي حتى وصل عام 62 للهجرة الموافق ل 681 للميلاد إلى المحيط الأطلسي وتحديدا إلى مدينة طنجة، حيث كان ييليان يحكم المدينة، فلم يجد بدا من الاستسلام ووضع نفسه في خدمة المسلمين محتفظا لنفسه بمدينة سبت المنيعة. وبعد إتمام الفتح تولى موسى بن نصير ولاية إفريقيا جاعلا مدينة القيروان عاصمة له. وبعدما أخذت الأمور تستتب كانت الأنظار تتجه نحو الضفة الشمالية للمتوسط من أجل فتح الأندلس. بعد تسهيله الحملة الإسلامية الأولى على الأندلس بعث ييليان إلى طارق بن زياد يعده بتسهيل نقل جيشه، وتقول بعض الروايات إنه قدم ابنته الوحيدة على سبيل الضمان حيث استبقاها طارق كرهينة. فراح ييليان يبعث سفنه إلى ضفة سبتة لتحمل جنود طارق بن زياد على دفعات نحو الضفة الشمالية، حتى كان طارق بن زياد في الدفعة الأخيرة. وكانت حركة السفن تبدو عادية باعتبارها معتادة على أنشطة التجارة في هذا المضيق البحري. وتذكر بعض الروايات التاريخية أن طارق بن زياد أحرق السفن بعد عبور جيشه نحو الأندلس، وذلك لدفع جنوده إلى الاستماتة في القتال وعدم التراجع لاستحالة العودة، بينما تذهب بعض الروايات إلى أن عملية إحراق السفن المفترضة هذه كانت لإثبات إخلاصه باعتباره بربريا وليس عربيا، وبالتالي كان إحراقه السفن دليلا على عزمه الزحف دون التراجع. بعد أول تحرك له داخل الأراضي الإسبانية توجه طارق بن زياد نحو مدينة قرطبة، فانتصر جيش المسلمين رغم قلة جنوده. وما إن دخل طارق بن زياد هذه المدينة حتى بلغ الأمر لطريق الذي لم يتردد في تحريك جيشه بنفسه والتوجه نحو قرطبة لاستعادتها، ليلتقي الجيشان الإسلامي والمسيحي في منطقة يقال لها شضرونة. فانتصر طارق بن زياد وتوجه من فوره نحو مدينة طليطلة باحثا بالدرجة الأولى عن مائدة سليمان بن داود عليهما السلام الذهبية. تقول بعض الروايات إن لدريق قام بجمع جيش قوامه 100,000 من الفرسان وجاء بهم من الشمال إلى الجنوب يقصد جيش المسلمين، وكان طارق بن زياد في 7,000 فقط من المسلمين، فأرسل إلى موسى بن نصير يطلب منه المدد، فبعث إليه طريف من مالك على رأس 5,000 آخرين. اجتاز طارق بن زياد المضيق بجيشه يوم 29 من أبريل عام 711 ميلادية، وفي مخيلته حلم اكتساح شبه الجزيرة الإيبيرية كاملا وضمها إلى أرض الخلافة. وقبل مواجهته لضريق بحث طارق بن زياد عن أرض تصلح للقتال استعدادا للمعركة الكبرى، حتى وجد منطقة تسمى وادي برباط، وتسميها بعض المصادر أيضا وادي لكة. ولم تمضي سوى 3 أشهر على هذا العبور حتى كان طارق بن زياد يحقق النصر الأخير على رودريغو المعروف في المصادر العربية باسم لدريق في معركة وادي لكة غير بعيد عن قادش في الجنوب الإسباني، وذلك في يوم 9 من يوليوز من العام نفسه.
تذهب بعض الكتابات إلى أن موسى بن نصير لما جاءه خبر الزحف الكاسح الذي يقوم به جيش طارق بن زياد كتب إليه بأن يتوقف حيث هو ثم لحق به حتى يقود بنفسه بقية الفتوحات وتكتب باسمه بدل قائد جيشه. وبما أن طارق بن زياد هو الذي كان يدير المعارك في الميدان فقد اعتبر أن توقفه عن الزحف سيمنح الخصوم فرصة لالتقاط الأنفاس وترتيب الصفوف فواصل هجومه. وهو ما يعزز الرواية التي تقول إن موسى بن نصير عندما التقى بجيش طارق بن زياد وبخه بشدة وضربه بالسياط واتهمه بالتمرد والاستيلاء على الغنائم وقام بسجنه بناء على تلك الاتهامات. تمكن طارق بن زياد وهو في سجنه من الاتصال بالخليفة وهو ما عجل بإطلاق سراحه بأوامر صارمة ثم عاد لمصاحبة موسى بن نصير في استكمال مسيرة الفتح نحو أقاليم أراغونا وقشتالة وكاتالونيا ولم يتوقف حتى بلغ جبال البرانس التي تعتبر حدودا طبيعية بين إسبانيا وفرنسا. هناك بعث الخليفة الوليد إلى موسى بن نصير يطلب منه الكف عن الزحف واختلفت تفسيرات هذا الأمر بين القول إن الخليفة كان يخشى على المسلمين من الهلاك في حال تقدمهم أكثر داخل أوروبا وبين القول إنه خشي من تعاظم نفوذ موسى بن نصير إذا فتح المزيد من الأراضي. وتعتبر علاقة موسى بن نصير بطارق بن زياد من العلاقات المرتبكة، فابن نصير الذي اهتم بطارق في البداية وهيأ له المراقي واستطاع بفضله أن يحقق انتصارات في المغرب عاد ليحسده بعد أن وجده يغزو بلاد الأندلس بجيش صغير. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.